دايما الحاجات الخضراء بتبقى ديتوكس للجسم، بتنقي الجسم من السموم، تبقى ممتازة. وسموم يعني ايه؟ يعني احنا بننقي الكبد، لان الكبد هو اول عضو في الجسم اللي بيمتص السموم، يليه بعد كده الكلى. يعني العضوين دول مهمين جدا في الجسم عشان يمتصوا السموم، تمام؟ فاحنا الكبد اساسي، عامل زي الفلتر، اي حاجه بناخدها، لو بناخد ادويه كتير هو اللي بيشيل الدنيا، لو بناخد اكلات كلها مكسبات طعم ومواد حافظه ومش عارفه، الكبد هو اللي بيشيل الدنيا، بيفضل يشيل 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 لغايه ما بيقدرش خلاص، فيبتدي بقى يعمل مشاكل جامده جدا، خلاص. فاحنا لازم نراعي ان احنا الكبد ده نديله فرصته، زي مثلا الصيام شهر رمضان، لما بندي فرصة ان احنا نصوم وبناكل صح على الفطار، اللي بيحصل ان الكبد بيقدر يجدد خلاياه كلها. شهر رمضان شهر واحد الكبد بيقدر يجدد فيه الخلايا بتاعته كلها كلها، فتخيلوا قد ايه الصيام بيفيد الجسم، انه بيدي فرصه للجسم، ما يفضلش طول الوقت حاجات داخله 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 ما بيلحقش نفسه. فالصيام بيدي فرصه لتنقيه الجسم وتجديد الخلايا، بس نفطر صح، ما نفطرش بقى غلط، واللي احنا بنشوف المهازل اللي بنشوفها في رمضان، حلويات بقى باشكال والوان، والمحمر والمشمر والول، ومشروبات السكر، اكتر حاجات بتضر الكبد السكر كتير، الحاجات المحمره، الحاجات التقيلة، كل ده تقيل جدا جدا على الكبد. والحاجات المصنعة والحاجات اللي هي الأدوية، كمية الأدوية، تلاقي ناس كتير جدا صحية بس مشكلتها انها بتاخد أدوية برضو كتير، يعني بتاخدش، اول ما يجيلها صداع تاخد دواء، اول ما مش عارفة ايه تاخد دواء، اول ما ايه تاخد دواء، اول ما اي مسكن على طول يعمل، او دواء بيعمل عبء على الكبد. برضو شرب الكافيين كتير قوي بيعمل عبء على الكبد، لان الكبد بياخد 4 ساعات عشان يتخلص من الكافيين. فلو احنا شربنا كل شويه، انا اعرف ناس كوبايه الشاي ليها القهوه، بعدين ليها الشاي تاني، وبعدين فنجان القهوه، وبعدين نشرب كابتشينو هنا، وبعدين نشرب مش عارفه ايه هنا، وبعدين بقى المشروبات الغازيه، كل ده كافيين كافيين كافيين. طب هو امتى هيخلص منه الكبد؟ امتى هيخلص منه؟ لانه بيقعد 4 ساعات عشان يتخلص من الكافيين، فكارثه كارثه على الكبد، عبء 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 رهيب، مع طبعا تلوث البيئه الجميل، مع كل الحاجات الشياكه اللي بتحصل دي، بس كده دمرنا الدنيا. فنخلي بالنا قوي ان احنا الكبد ده مهم لينا كمصفى من السموم قوي قوي قوي. ايه الحاجات بقى اللي بتساعده على انه يعني يستعيد طاقته تاني؟ من اول الحاجات الكركم. الكركم فظيع في تجديد خلايا الكبد، الكركم عامل زي الاسبرين في الدم، الكركم بيقلل كمان الالزهايمر، الكركم بيساعد على تقوية الخلايا من الهجوم اللي بيسبب كانسر. كمية الحاجات اللي في الكركم ملهاش حل، يعني لدرجة انا بنصح في عسل، تجيبوا العسل، برطمان العسل بتاعك، وتخلطوا فيه الكركم، اخلطوا فيه بعد كده، باخدوا دايما معلقة العسل بالكركم، احسن كتير، تمام. عندنا ايه كمان؟ عندنا بقى من الحاجات بتنقي الكبد التوم، الجريب فروت، بس نخلي بالنا الجريب فروت في نقطه مهمه جدا، الجريب فروت اوعوا تاخدوه مع دواء. جريب فروت ودواء، في انواع من الادويه بتتفاعل بشده مع الجريب فروت بيسبب الى وفاه، فخلوا بالكم، لان مش كل الناس تعرف المعلومه دي. جريب فروت خطير، تمام، لو اتاخد مع ادويه معينه. عندنا كمان الشمندر والجزر والشاي الاخضر والخضار اللي لونها اخضر داكن، والافوكادو والتفاح وزيت الزيتون والحبوب الكامله والخضروات والليمون والملفوف والكركم، كل ده طبعا اخر حاجه الكركم، بس انا ده ذكرتها اول حاجه، اساسي 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 لتجديد الكبد.